مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد ووصفات جديدة مع والد. اليوم إن شاء الله وكل عادة خيرت لكم زوج وصفات. الوصفة الأولى راح تكون عبارة عن كيش بالدجاج. في المقادير نحتاجو كمية تاع جبن اللي راح نرابيوه فوق الكيش تاعنا، كمية تاع دجاج مقطع صغير حوالي نص صدر، عندي حبة تاع بصل مقطعة ثانيك صغيرة، تقريبا كاس تاع حليب، علبة تاع ياورت طبيعي، عندنا 3 حبات تاع البيض، 250 غرام تاع فارينة، و 125 غرام تاع زبدة. أول حاجة راح نبدأ نحضروها هي الحشو، لأنه الحشو راح ياخذ لنا شوية وقت، والعجينة بيد ما نوجدوها يكون الحشو تاعنا طايب. هنا نجيب المقلاة اللي راح نطيب فيها الحشو تاعي، نشعل النار، الكيش تاع الدجاج هذه تجي بزاف بنينة خاصة باللاباط بريزي اللي راح نديروها. نجيب هنا المقادير تاع الحشو، طبعا ندير شوية تاع الزيت في المقلاة، معروف انه الكيش تاع الدجاج تندر بالباط بريزي او باللاباط فيتي اللي هي العجينة المورقة. انا اليوم فضلت نديرها بلاباط بريزي. اول حاجة راح نزيدها هي البصل، عندي هنا كما قلت لكم تقريبا حبة تاع بصل تكون شوية كبيرة، قطعتها بهذا الشكل يعني مرقيقة ما كبيرة بزاف. نخلي الحبة هذه تاع البصل تتقلى لي شوية في الزيت، غير تبدا تدبل راح نزيد لها الكمية تاع الدجاج اللي قلت لكم تقريبا نص صدر تاع دجاج. طبعا انا نبدا نحضر هنايا في العجينة بريزي تاعي، والحشو راهو يطيب قدامي، نحي البول هذا ما نحتاجوش. انا حبيت نحضر العجينة بريزي قدامكم، حبيتش نحضرها في العجانة لانه طريقة بزاف سهلة راح تشوفوها قدامي. 250 غرام تاع فارينة، هكذا نحبط كامل الكمية، الملح طبعا في العجينة لازم نديرو الملح، تقدروا ايضا هنا اذا حبيتوا تنكهوا العجينة بريزي تاعكم ديروا شوية اعشاب عطرية هنايا في المكونات الجافة. نخلط شوية الفارينة تاعي مع الملح، ونجيب هنايا الكمية تاع الزبدة اللي هي 125 غرام، نضيفها هنايا، قبل ما ندير نبدا نبسس في العجينه تاعي راح نخلط الحشو تاعي، نضيف له الدجاج ونخليه يطيب ما بدانا نحضر العجينه بريزي تاعي. هنا نجي نضيف الدجاج ونخليه يطيب مع البصل، الدجاج تاعكم قطعوه رقيق، راح ندير له كامل التوابل ونخليه يطيب بعقله. عندي الفلفل الأسود، كمية الفلفل الأسود، مع الملح طبعا، نخلط الحشو تاعي ونخليه يطيب كما قلت لكم حتى وين يطيب هذا الدجاج. نروح نحضروا العجينه مع بعض. طريقه تاع العجين هنا قبل ما نبدا نفصل الصفار عن البيض، لانه نحتاج صفار بيضه في العجينه،
هكذا نخليه قدامي لانه ماش حنضيفو دوكا، راح نبسس الكميه تاع المارغرين مع الفارينه، بعدها راح نضيف الصفار تاع البيضه. هنا الحبتين تاع البيض هادو ما حنحتاجوهم من بعد، كي نديروا هذيك الخلطه اللي راح نديروها فوق الكيش تاع الدجاج نخليهم هما مع الاخر. دوكا راح نبدا نبسس في الفارينه مع المارغرين بهذا الشكل. يعني وهاد العمليه هذه تقدروا ديروها في العجانه اذا كنتوا ما تحبوش تطموا العجين بالايادي. دوك راح ندير هاد الطريقه باش نضمن باللي المارغرين كامل دخلت في الفرينه هذه. ندير هكذا نجيب صفر تاع البيضه تاعي ونديرو مع العجين. هنا طبعا نحتاج شويه تاع ماء ماشي بزاف باش نطم العجينه تاعي. ومعروف انه هاد الانواع تاع العجين ما يحبوش العجين، يعني ينطموا غير بالاصابع هكذاك باش يقعدوا كي تاكلوهم ما يجوش إلاستيك كما العجينه تاع البيتزا او العجينه تاع البريوش. زيد نضيف شويه تاع ماء، لازم نضيفه غير بالعقل انه هاد العجينه ما تحبش كي تكون طريه بزاف. طبعا الحشو من داك نخلطوه هكذاك باش يطيب مليح. العجينة تاعي هنا راهي انطمت. دوكا نمسح يدي ونحي لوبول هذا اللي ما نحتاجوش. العجينة تاعي راهي حاضرة. هنا من الأفضل تخلوها تريح في الثلاجة شوية، هكذاك راح تجيكم سهلة للاستخدام. نجيب المول اللي راح نطيب فيه لاكيش. المول انا نستعمل هذا المول اللي تنحى هذا القاع تاعو، هكذا راح يجي سهلة باش تنحوا لاكيش تاعكم من بعد. وطبعا راح نسهل عليكم تانيك مباشرة نحط العجينة في المول ونبدأ نحل فيها. هكذا مشاهدينا نكمل نحل في العجينة، نزيد نسقمها مليح هكذا بهذا الشكل. دوكا راح نحضروا كي نكملوا، يعني نكمل مع العجينه حنحضر لاباري اكيش اللي راح نديروا فيها البيض الحليب والياورت ناتشر او الياورت الطبيعي. هذا الشكل. دوك راح نجيب فرشيطه وراح نتقب العجينه تاعي. يعني كي نتقبوها راح تخلي العجينه تطيب مليح من الداخل، حتى الحشو راح يطيب مليح كي تكون العجينه متقوبه. طبعا انا الفوندو طارت تاعي انا حليته، الحشو تاعي راهو يطيب، نروح نوجدو لاباراي اكيش. نضف لو بلان دو طرافاي تاعي.
ونجيب لو ريسيبيون اللي راح نحضر فيه لاباراي كيش اللي راح نديروها فوق الدجاج بعد ما نحطه في لو فون دو طارت. دائما تفقدوا الحشو تاعكم باش ما يطيبش بزاف لانه راح يدخل للفرن. انا هنا ويبان لي طاب الدجاج لانه حيدخل في الفرن حيزيد يطيب، ما نطيبوش بزاف. نحكم 2 حبات بيض اللي راح نديرهم في لاباراي كيش، كسرهم هنايا نزيد الحبه الثانيه. راح ندير لها كمية تاع فلفل الكحل ورشة فلفل الكحل، يعني رشة صغيرة لأنه راح ينكه لنا لاباراي تاعنا. كمية صغيرة ماشي بزاف. نزيد تاني الملح طبعا هنايا في لاباراي كيش، ما نكتروش بزاف لانه درنا في الحشو. نجيب لفوي نضرب شويه هذا البيض، راح نزيد له الياورت الطبيعي. الياورت الطبيعي راح يخلي الكيش تاعكم تجي خفيفه. هكذا نخلطها ونضيف معها الكاس تاع الحليب، يعني انا حنضيف ونشوف، قلت لكم تقريبا كاس. انا هنا ضفت الكاس كامل تاع الحليب كما شفتوا، تقدروا حتى تزيدوا حليب اذا قدرتوا لانه من داك تجي لاباراي كيش صغيره والبيض يعني يختلف من حبه لحبه، كاين بيض اللي يكون صغير. زيدوا الحليب دوكا لاباراي كيش راهي حاضره، الفون دو طارت تانيك حاضر. نجيب الحشو تاعنا ونزيدوا فوق العجينة. نضيف كامل الحشو. أنا نمشي الحشو تاعي في كامل فوق كامل العجينة. طبعا انا اليوم خيرت لكم كيش بالدجاج، لكن ان شاء الله في الاعداد القادمه راح نشوفوا دي كيش بحشوات واحده اخرى. دوكا راح نجي نضيف هاد لاباراي كيش اللي كنا درناها فوق كامل الحشو اللي درناه. بهذا الشكل وهكذا راح نزيد ندخل هذه الكريمه بين الحشو تاع الدجاج اللي درناه. دوكا راح نرافي الجبن تاعي. انا استعملت هنا جبن الشيدر، تقدروا تستعملوا اي جبن تفضلوه انتوما.
نرابي ونشوف إذا محتاجة جبن نزيد نرابي تانك. هكذا دير كامل الجبن فوقها، الجبن راح يخلي لاكيش تجيب هنا. انا تبالي نزيد الكميه لانه انا نحب نكثر في الجبن، يعني راح نكمل الكميه كلها. نرفي هذا مباشره هنا. ونزيد هذا اللي كملته. مشاهدينا هنا انا درت الجبن تاعي من الفوق، الفرن تاعي شعلته يسخن على 200 درجة، ندخل لاكيش الطيب، طيب بين 30 35 دقيقة، لازم تتفقدوا لاكويسون تاعها، تشوفوا العجينة تحمرت والحشو تاعكم يكون طاب. انا راح نديها دوكا طيب ونروحوا للتحلية تاعنا لنهار اليوم. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مع الوصفة الثانية اللي خيرتها لكم لنهار اليوم اللي هي موس الشوكولا. نحتاجوا 100 غرام تاع شوكولا، انا حندير هنا شوكولا بالحليب، تقدروا ديروا شوكولا سوداء، عندي فانيليا، زوج مغارف كبار سكر يعني سكر كريستاليزي ماشي بودرة، ربع حبة تاع بيض، وبالنسبة للتزيين راح ندير شوكولا. نبدأ مباشرة في الطريقة لأنه الوصفة تاع موس الشوكولا بزاف سهلة، راح تشوفوا معايا دوكا الطريقة تاعها. هنا نحكم بان ماري باش ندير الشوكولا تاعي تذوب هكذا. نجيب الماء تاعي ونعمر البان ماري تاعي. راح تشوفوا هاد التحليه تاع الموس والشوكولا، يعني معروفه بزاف لاموس والشوكولا، لكن الطريقه تاعها بزاف سهله، بالك الناس يقولوا لاموس والشوكولا صعيبه، ما هي سهله، وكاين اللي ما تنجحش معاهم، ان شاء الله راح تشوفوا معايا الطريقه باش تنجح لكم لاموس والشوكولا. نجيب شوكولا، انا استعملت هنا 100 غرام كما قلت لكم، تقدروا ثاني ديروا شوكولا سوداء. نخلط الشوكولا تاعي ونخليها تذوب فوق البان ماري. الحاجه الثانيه اللي راح نديرها نفصل الصفار عن البياض، دوك تشوفوا معايا الطريقه. نحكم دوبل ونجيب البيض تاعي هكذا. هكذا ونفصل الصفار عن البيض. بهذه الطريقة، حاولوا كيفاش ما يطيحش الصفار مع البيض، لأنه كي يكون الصفار في البيض ماش حيخلي البيض تاعكم يطلع مليح كي تطلعوه بالباتر. يعني هذه الكمية اللي حنعطيها لكم تاع المكونات تخرج لكم كمية لاباس بها تاع موس وشوكولا. نحي انا هادو اللي ما نحتاجهمش. ننظف شويه لو بلون ونروح نشوف الشوكولا اذا داب. او بدا يدوب لي هنا الشوكولا، نزيد نخلطو شويه. دوكا نشوفوا الطريقه تاع لاموس الشوكولا. هنايا نحط الصفار، وقبل ما نبدا ندير البايات تاعي يطلع
في الباتر، نحط البايات تاعي داخل للبيتران تاعي، راح نديرلو باش يطلع لنا مليح ويتماسك مليح رشه تاع ملح بهذا الشكل، نحبط. وقبل ما نبدا نطلع في البايات تاع البيض تاعي راح نوري لكم برك واش راح ندير. نحط الصفار هنا في الريسيبيون ونضيف له الكميه تاع السكر هكذا، كميه تاع لافاني، وراح ندرب دوكانه هدايا بالفوي والبايض تاع البيض نخليه يطلع هنا في الباتر مع القرصه تاع الملح حتى يولي القوام تاعو هكذا كاتيف تشوفوه كرغوه، التم نحبسو عليه. مشاهدين البايض تاع البيض تاعي هنا راهو طلع، شوفوا القوام تاعو كيش راهو كاتف. قبل انا نروح نطفي على البان ماري تاعي لانه الشوكولا تاعي راهي دابت، نحي هنا الفوي هذا، لازم تطلعوا البايض تاع البيض تاعكم مليح هكذايا باش تجيكم لاموس او شوكولا ناجحه. دوكا راح تشوفوا معايا هاد الصفر تاع البيض اللي درت له سكر والفانيليا راح نخلطوه بالفوي بهذا الشكل، راح تشوفوا اللون تاعو يولي شويه فاتح. بهذا الشكل راح نجي نضيف له دوكا الشوكولا اللي كنا ذوبناه في الباماري. هذا الشكل نضيفوا كامل كمية الشوكولا. نذكركم بالكمية الشوكولا اللي هي 100 غرام، انا درت شوكولا بالحليب، ثم عندكم الاختيار تقدروا تديروا شوكولا سوداء. طبعا هنا كي تضيفوا الشوكولا اذا كانت سخونه بزاف لازم تكونوا شويه خفاف باش تخلطوها، لانه البيض على بالكم يطيب كي تقيسوا الحراره. هكذا انا ضفت الشوكولا تاعي، نزيد نكمل الكميه الصغيره اللي بقات لي هذه باش ما نخلو والو. راح نجيب دوكا بايض البيض اللي كنت طلعته على شكل رغوة، ومن بعد تماسكت مليح هذيك الرغوة ولات بهذا الشكل. نبدأ نضيف فيها على بالكم البايض البيض كي نطلعوه ما نجوش نحبطوه كامل، يعني الهواء هذاك اللي دخلناه فيه نروحوا معاه غير بالعقل هكذاك باش ما يعاودش يحبط لنا كامل. نجيب هنا لاسباتيل تاعي، نحي كمية تاع بايض البيض، ما نضيفوش كامل على خطرة، ونبدا نخلط هاد البايض مع الخليط هذاك اللي كنا حضرناه غير بهذا الشكل. هذه هي هذا هو القوام تاع موس او شوكولا كيفاش يجي، يعني تجي هكذا تشوفوها طالعه مليح. لاموس او شوكولا معروف انه تجي خفيفه بزاف، لازم البايض تاع البيض يكون طالع مليح باش تجي هذيك الخفه في لاموس تاعكم. وطبعا هنا اللون تاعكم تشوفوا فيه فاتح لانه استعملت الشوكولا بالحليب، كي تستعملوا شوكولا نوار راح تجي كحله اكثر من هذا اللون. نجيب هنا الكؤوس اللي راح نحط فيهم الموس والشوكولا،
انا فضلت ندير هاد الكؤوس الصغار. واذا حبيتوا ديروا كؤوس يكونوا كبار طبعا لكم الاختيار. راح تشوفوا مشاهدينا انه القوام تاع هاد الخليط هذا يجي سائل، لكن كي راح ندخلوه للثلاجه راح يتماسك ملح. نبدا دوكا نعمر في الكؤوس تاعي بكريمه بهاد الخليط تاع موس او شوكولا. هكذا راح نكمل انا دوكا نعمر الكؤوس تاعي بلاموس او شوكولا هاديه، وكما قلت لكم ندخلها للثلاجه لازم تريح على الاقل ساعتين، هكذاك راح تتماسك هاد لاموس وشوكولا. انا بعد ما تريح ويبرد مليح هاد الكؤوس تاع لاموس وشوكولا نعاود نجبدهم نسكرفج عليهم شوكولا رابي، نرافيها شوكولا او تزينوها حسب الذوق تاعكم. ومن بعد راح نشوفوا الوصفات تاعنا تاع نهار اليوم حاضرين على طاوله التقديم. مشاهدينا الكرام، عودنا ولينا معاكم باش نشوفوا الوصفات اللي حضرناهم لنهار اليوم جاهزين على طاولة التقديم. الوصفة الأولى اللي كانت عبارة عن كيش بالدجاج، شفتوا كيفاش درنا العجينة بريزي، كيفاش عمرناها بالدجاج ودرنا الكريمة طيبناها راهي تشهي كما راكم تشوفوا. الوصفة الثانية اللي كانت عبارة عن تحلية موس الشوكولا، شفتوا الطريقة تاعها سهلة، تزيين بسيط. نتمنى هذه الوصفات يكونوا نالوا إعجابكم. إذا فاتتكم وصفة من هذه الوصفات زوروا موقع القناة راح تلقاو كامل الوصفات متواجدين فيه. لحقنا نهاية العدد، ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا أوفياء مع والد. Thank you.